فين خالد؟ فين الورق اللي كان معايا؟ شلنا شرف وجاب لنا الهرب. رد اعتباري جوه مش هنا ارجوك بس هناك بس انا والمبنى المشربيه اللي في اول شارع قدام دار القضاء العالي بتاع وزاره الزراعه 200,000 واحد ويقول لك امين اباظه يمتلك 51 قصر قصر واحد يسدد ال 200,000 احنا بقالنا 7 سنين ما خدناش جديد ورايحين وبيفكروا يروحوا يولعوا في مبنى وزاره الزراعه قاعد اجري وراها طب تعالوا نقعد في حته انت دم على شبكه انت ايه عم انت جاي منين؟ رحت المجمع امشيهم قالوا لي لا ماشي مين؟ ماشي المجمع عشان تفتح المجمع عشان الناس عاوزه باسبورات اهي لازم سواء كان سياسات او تشكيلات سواء كانت حكومة او حتى ان عجز المجلس العسكري عليه ان يعلن عجزه ويصارح الشعب المصري بحقيقة الضغوط المبذولة ضده عليه ان يقول ببساطة اما ان يذهب فنرتب صيغة نظامية بديلة نتفق لابد ان نتفق على صيغة بديلة إن قال المجلس العسكري أنه عاجز عن أداء مهامه. هل ميدان التحرير جاهز بوزارة جاهز بحكومة جاهز ببدائل؟ القضية ببساطة شديدة نحن نتحدث عن أمور دولة كبيرة بحجم مصر. تحدثنا ما نشكو منه. ما سقط النظام ما فيش بديل لحد الوقت. لا حققنا إنجازات. قطعنا رأس النظام. تمام. ونحن نواصل الآن إسقاط النظام. تمام. حققنا أهدافا كثيرة جدا. تمام. وسنواصل تحقيق أهدافنا الآن. نحن لا نبدأ من الصفر. في ورقة عمل جاهزة؟ تتقدم للمجلس يبقى في حلول جذرية كل شيء جاهز شكرا دكتور ربنا يحفظك شكرا يا واد يا حفره مين ده